لا تخف من المسافة بين الحلم والحقيقة، فما دمت استطعت أن تحلم بشيء فبإمكانك تحقيقه. مساء الخير، مساء الفل، مساء الانتصارات. لو بطلنا نحلم نموت، بالفعل لو بطلنا نحلم نموت. المغرب النهاردة رفعت راس كل مواطن عربي إلى عنان السماء. كلنا النهاردة مليانين بالفخر، بالعزة، بالكرامة، بالانتصار الساحق اللي حققه المنتخب المغربي الشقيق على المنتخب البرتغالي ليصبح أول منتخب إفريقي يصل لفين؟ الحلم، للدور قبل النهائي. فين؟ في كأس العالم. أعتقد لو أكتر واحد عاقل في الدنيا كان يقولك الكلام ده من فترة تقول له أنت مجنون. مين ده اللي يوصل للدور قبل النهائي من المنتخبات العربية أو من المنتخبات الإفريقية؟ لكن النهاردة الحلم اللي احنا كلنا كنا بنحلم بيه في يوم من الأيام اتحول لحقيقة. ما بقاش حلم، ما بقاش ضرب من الجنون. لو أنا اتكلمت بيه الناس يقولوا عليا ده مجنون. لا خلاص، الجنون بقى عقل، والحلم بقى حقيقة، والمستحيل بقى واقع. ده كله حققه النهاردة أبطالنا، أبطال المغرب الشقيقة. المغرب النهاردة على يعني مسافة واحدة من أكبر المنتخبات العالمية. ترتيب في التصنيف العالمي تابع الاتحاد الدولي هتشوفوه، هيبقى المغرب وصل للترتيب الكام. خلاص بقينا في مكانة تانية، بقينا في حتة تانية. بقى حلم كل المنتخبات الإفريقية والعربية بعد كده تجاوز بقى التمثيل المشرف وتجاوز الكلام اللي دايما كنا بنقوله. لا، بقينا على حتة تانية، ازاي نفوز على المنتخبات الأوروبية، على المنتخبات الأمريكية، ازاي احنا نقدر في النهاية نصل وان شاء الله مش الدور قبل النهاية. الحلم مش هيقف عند كده، لازم نحلم، لازم نحلم اكتر، لازم احلم ان المغرب اصبح او سيصبح ان شاء الله في النهائي على الرغم من قوة المنتخب الفرنسي اللي هيقابل المنتخب المغربي. لكن تونس الشقيقة فازت قبل كده على المنتخب الفرنسي. المغرب نفسه فاز على كبرى المنتخبات، خرج اسبانيا، شفنا النهاردة البرتغال، قبل كده شفنا مع بلجيكا. لا، المغرب في حتة تانية، نجوم عندهم عزيمة، عندهم إصرار، عندهم حماس. عشان كده دايما أقول لو بطلنا نحلم نموت. المغرب النهاردة يا سادة أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم. المغرب النهاردة أرقام بقى في حتة تانية تماما. المغرب أول فريق بيخوض 7 مباريات في كأس العالم في نسخة واحدة، محدش عملها قبل كده. كنا مباراة 2-3 من الأدوار التمهيدية بنطلع دور المجموعات، أو اللي يوصل لدور 16 وبعد كده كل سنة وانت طيب، وأقصى شيء كان يبقى دور 8. لكن النهاردة 7 مباريات، المباراة القادمة إن شاء الله تكون 8، وبقى المباراة 7 والنهائي إن شاء الله يكون المباراة 8. النهاردة يوسف النصيري اللي ارتقى فوق كله وبرأسية رائعة خلعت قلوب كل العرب، قلوبنا كمصريين، قلوبنا كمغاربة، كتوانسة، كجزائريين، سعوديين، قطريين، بحرانيين، يمنيين، لبنانيين، كل الدول العربية. النهاردة اتخلعت قلوبنا ويوسف النصيري براسه بيحط في شباك المنتخب البرتغالي. لا تقول لي بقى كريستيانو ونطته لفوق، لا، النهاردة ارتقى فوق روس الجميع وحطها في الشباك عشان يعلن الفرحة العربية. المغرب النهاردة أول فريق عربي بيحقق 3 انتصارات في نسخة واحدة من المونديال. كندا، بلجيكا 2-0، كندا 2-1، والبرتغال 1-0. أول فريق عربي وإفريقي بيخوض 5 مباريات متتالية في نسخة واحدة من المونديال دون هزيمة. أرقام وإحصائيات هنتكلم عنها بالتفصيل، لكن الشيء المؤكد النهاردة إن المغرب مبروك للقارة الإفريقية، مبروك للعرب، مبروك للمغرب الشقيق حكومة وشعبا وملكا، مبروك، رفعت رأسنا كلنا إلى عنان السماء، مبروك للمغرب الشقيق.